كمش يقتلني بالفقصات سيدا مش يقولوا هذا سيدا دري ما مسالي. ديما كنسولوا راسنا واش حنا بلد عربي، الى اه علاش ما كندويوش باللغه العربيه الفصحى، الى لا شنو هو الاصل ديالنا؟ هذا الموضوع بالضبط غادي يشرحوا لي الضيف اللي معايا اليوم. هذا الضيف هذا اكثر واحد في المغرب ما عندوش مع الفصحى، وهو اللي كان من مورا هذيك القضيه ديال ادراج الدارجه العاميه في التعليم العمومي. مرحبا سي نور الدين عيوش. اي كان حسبني باش تكلمني على الدارجه ما نجيش، ولكن يلا يلا واخا معليش. لا حنا غندويو على الهويه صفه عامه، ومن بين الامور اللي كتعلق بالهويه هي الدارجه العاميه. كاينه كاينه، ولكن بغيتي زعما طيحني من بلونه. لا 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 ما كاينش، غادي نشوفوا الاسئله شنو مخبين. يلا سي نور الدين عيوش، قبل ما نبداو غادي تجاوبني على جوج ديال الشروط واش قابل عليهم ولا لا. الاول غدوي معايا بواحد اللغه اللي كيفهموها كاع الشعب، الثاني هو الا ما فهمت شي جواب غادي نعاود نسولك. مرحبا. غادي نعاود نسولك على شنو اللقب اللي تبغي نعيط لك به، استاذ نور الدين عيوش، عمي نور الدين عيوش، ولا كما كنبغيو حنا الشباب نعيطوا لبعضياتنا سات عشيري نور الدين عيوش. عشيري الا بغيتي. عشيري نور الدين عيوش. اول سؤال، واش المغرب بلد عربي؟ هو بلد افريقي وامازيغي ويهودي واندلسي وعربي، لانه العرب جاوا من بعد الامازيغ اللي كانوا قبل هنا في المغرب. تتعرفوا ولا ما تتعرفوش؟ ايوا صافي، اذا حنا ايضا عربي. مادام ان العربيه كاينه في هذه الاسطوار كامله، علاش ما ندويوش بها؟ وعلاش ما نتعلموش حتى باللغه العربيه الفصحى؟ علاش بغيتي اخويا تدومي يبداو يتكلموا باللغه العربيه؟ علاش 100% ديال الناس تنت منهم؟ واش تتكلم مع الام ديالك تقول لها يا امي اجي نبوسك، ولا شي تخربت معها بالدارجه؟ واش تدخل لي الهويه ديالنا؟ واش الهويه ديالنا هي جات من فقط عربيه؟ هي الهويه ديالنا فيها جذور، جذور فين ما اسيويه وانميه وفينيسيا وامازيغيه وزيد وزيد وزيد. عندي واحد السؤال. يلا دابا مثلا الوالده ديالي انا ما قراتش، انسانه اللي ما مشاتش للمدرسه كدوي بالدارجه مزيان. إلا كنت انا غادي نمشي للمدرسه وغادي نتعلم الدارجه، واش غادي نتعلم شي حاجه اكثر من داكشي اللي كتعرفوا الوالده ديالي اللي ما مشاتش للمدرسه؟ شوف الوالده ديالك تنقدرها وتنحترمها، ولكن كاين اشياء اللي تعلمتهم انا مع لاله وباسيدي وداكشي اللي كانت عندهم واحد الثقافه ديال الشعب مهمه بزاف وتنسات. اذا خصنا داكشي اللي قلتنا الامهات ديالنا ولا لاونا وداكشي، داكشي خصنا نعقلوا عليهم ونرجعوا هادشي نكتبوه. حنا الشباب ديالنا ما عارفينهمش. لا عطيني واحد المثل انت ولا انتينا ولا انت ولا انت، عطيني شي مثل دابا على هادشي اللي تنقول انا وياك، تخرج لي مثل. يلا خرج لي، يلا انت ما يجيكش. علاش؟ ولكن لا حفظتيه وقريتيه، لا قلتي لي بالفرنسي نعطيني، ولا قلت لك بالفرنسيه تعطيني، لانه تتكلموا بالفرنسيه اكثر واكثر. هاد التراث الشفهي اللي كتقول لي انت، القصائد والملحون الى اخره، راه انا عرفته من با سيدي ومن جده ومن الوالده. دونك علاش غادي نمشي نقراه في المدرسه ما حد عندي الاستاذ في الدار وعندي المصدر في الدار؟ دونك المدرسه هنا ما عندهاش ضوء. سامح لي، الاطفال ديالنا فقدوا هذا الشيء. اذا ما خصكش تكلم هكذا. انت عندك هذه القضيه في الدماغ وتتقول لا انا تنتكلم بالدارجه، والديه تتكلم بالدارجه، الوالده حتى هي، اذا ما كاينش نتعلمها في المدرسه. دابا الله يخليك، داك الكلمات اللي دخلوا بغرير وداك الشيء دخلوه للكتب، واش داك الشيء عندهم الحق ولا ما عندهمش؟ اذا الناس يقول لك ما عندهمش الحق، داك الشيء عارفينه، واخا عارف الاشياء تتعلمها بواحد الشكل اخر. واخا بغيت ندوز معك لواحد الباب واحد اخر، ندوي شويه على الدستور. انا قبل ما تجي عندي درت واحد شويه ديال الروشيرش، قلبت في الدستور المغربي، لقيت اول جمله قريتها هي تظل العربيه اللغه الرسميه للمغرب، وكاين من موراها والامازيغيه كذلك لغه رسميه للدوله. ما ذكرتش الدارجه. ذكرت ايوا. انت ما حمشتيش الدستور، سامح لي، لان الدستور كان الا سمحتي لي سط الدستور كان واضح في هذه المساله، قال لك باللي العربيه هي اللغه الرسميه، وكاين واحد القانون اللي كيهيئ الامازيغيه باش تولي حتى هي لغه رسميه. لا هي وصيانه الحسانيه، هذا الشيء كاين في الدستور، ممكن تطالعوا عليه الا بغيتي. انت اللغه الاخرى ماشي الحسانيه، ونتخاطر انا وياك. يلا قدام الناس هما هذو اللي تيسجلوا، هذا فيه الهضره بزاف، نتخاطروا باش ما بغيتي. جبنا لا كونستيتيسيون اللي عندكم الله يخليك، ونقراو انا وياك. ولكن شوف شحال بغيتي الدين؟ واحد على خمسه تربح، خمسه يلا. يلا ماشي مشكل، الدراهم 5000 درهم. حلوا هذا الباب من باب الترفيه باش ما نشجعوش الناس على المخاطره والرعانات. انا بغيت يدفع الفم هذا السيد هذا. شكرا شكرا لله. كان باش يقتلني بالفقصه هذا السيد، باش يقولوا هذا السيد هذا دري ما مسالي. الباب الاول من الدستور سميتو الاحكام العامه،
الفصل الخامس تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. تعمل الدولة على صيانة الحسانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات وتعبيرات. صافي صافي، هو دخول في قراسك الفايمة هي هذيك اللهجات. صافي، ملي كنقولوا اللهجات كنقولوا الأمازيغية والحسانية، راه ما كاينش دليل. لا لا لا، هذا ما تيبغيش يعترف هذا السيد، قولها قدام الناس وقل غلط. الدستور كاينه ذكرات الأمازيغية بلغة صريحة بحال هكا، الأمازيغية مكتوبة، ذكرات الحسانية، ذكرات العربية، ما ذكراتش الدارجة. لا، حيت الدارجة ماشي بوحدها، وقلنا في العمل اللي قمنا به اللي قدمناه للملك، قلنا بانه في السنتين الاولى خصت الاطفال نستقبلوهم في المدرسه باللغه اللي تتكلموا بها. واخا صافي، دابا باقي لنا واحد المرحله اللي هي سؤال سري. غادي نعطيك واحد السؤال غادي تقراه بوحدك، ومن بعد انت غتقرر واش تجاوبني عليه ولا نكملوا الحوار. السؤال هو هذا، غادي تقراه بوحدك وتقرر تقول لي واش تجاوبني عليه ولا لا. انا متفق نجاوبك على اي شيء. اوكي، اذا نطرحوا هذا السؤال هذا. يلا طرحوا. شيرين نور الدين، لا يمكن نطق اسماء اعضاء معينه من جسم الانسان في الدارجه لانها تعد الفاظ نابيه، العضو الذكري مثلا او المهبل. اذا كان استاذ العلوم الاحيائيه مثلا يشرح درس التوالد عند الانسان، يجب عليه ان يتواصل مع التلميذ بالدارجه حسب رايك. كيفاش غادي ينطق اسماء الاعضاء ديال الجسد ولا الاعضاء التناسليه بالدارجه؟ لا، شوف، تدخل شتي داك الكرش هذيك تكون فيها واحد الطفل صغير، مازال صغير، ملي تيخرج ملي تيخرج تيخرج اي مره عندها حتى هي ملي تيخرج، كيف داك السيده ملي تتمشي بحال هذا المرحاض، اذا تتبول باش تتفلت له وتتعطي الصوره، اذا تدخل له هكا. ممكن انا كنصوروا المعنى ولكن كنضحيوا باللغه. لا، ما تنضحيوش باللغه، تعطيها واحد الصوره وفيها شويه ديال الابداع وشويه ديال 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 الذكاء. اسئله ديالنا سالوا حلقتها. صافي يا ولد ولادي، صافي، الله يجعل البركه الصاط. هذا موضوع عميق فهمناه، الله يجيب شي موضوع عميق واحد اخر وشي ضيف يشرحوا لنا بلغه الشباب. تهلاو في راسكم.